السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقوم أن أريد أقص قصوة جيدة آثركم جميعا بالموضوع سيدة مشيطة. عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل فشم رسول الله رائحة عطيرة على المراتب فسأله عنه: أكانت هذه روحة الجنة يا جبريل؟ فأجاب: لا يا حبيب الله، إنها رائحة المرأة مجاهدة في سبيل الله اسمها سيدة مشيطة. هذه بداية القصة في عهد القديم قبل بعثة كليم الله موسى عليه السلام. عاشت مرأة جميلة ذات قلب سليم اسمها سيدة مشيطة، ولا زوج جميل وقوي لا عمل لهما إلا في تابوت، وإنهما زوجان متحبان معتقدان بوجود الله سبحانه. في إحدى الأيام عملت مشيطة كعاداتها اليومية كتما لاعتقادها برب السماوات والأرض من فرعون وأهله. يا زوجي، أين ستذهب؟ هل انتهيت من العمل؟ إذا تم الأمر فاحمد الله جل وعلا، وأما إذا بدأ فابدأ بذكر اسم تعالى، لأن كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. امتثالا لأمرك به إيايا، إن الله سميع بصير، حيث قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ألست ستذهبين إلى قصر فرعون يا زوجتي؟ اذهبي إليه هدوءا. فاستمرت مشيطة الذهاب إلى قصر فرعون فلكيت ببنت فرعون فأمرتها بتمشيط شعرها فمشطت شعرها. مشيطة، يا مشيطة، شمتي شعري. حاضرة يا والدك سيدي، أمتثل ما أمرتني. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تكلمت يا مشيطة؟ وماذا ذكرت جديدا؟ أنسيت أن أبي ربي وربك ورب جميع الناس في مصر. لا أذكر اسم أبيك ولا أعتقد به، فإني ربه رب العالمين هو الله عز وجل. تحذري ما تكلمت يا مشيطة، إن أبي عشا قوية ولا يذوق حياة المرة ولم يسبقه المرض، فانتظري عذاب أبي. يا جيوش، احملها إلى السجن. فحملها الجيوش إلى السجن، وما كانت مشيطة خائفة من أي عذاب لقلبها سليم، فزارها وعذبها عذابا شديدا. يا جيوش، أنا عليم وبصير، فإني ربكم رب العالمين، لا إله إلا أنا. سمعت خبرا من بنتي أن المرأة لا تؤمن به فأشعل النار. ويا مشيطة، من ربك؟ الله الذي خلقني والذي استعذر بي الروح، لا إله إلا الله الكريم. إن كنت مثل هذه احملوا أبناءها أمام الكاسنة هنا. ويا مشيطة، من ربك؟ سألتك آخرا، من هو ربك يا مشيطة؟ لا إله إلا الله الكريم.
فماتت مشيطة بإصراتها قبل ختام كلامها. أمرت مشيطة فرعون أن يجمع كل عماد جمعا واحدا، وبقدر الله تعالى كان الصبي يقدر أن يتكلم كمثل نبي الله عيسى عند الصغار. وبوفاة ما صلت رائحتهم عطيرة إلى سماء الدنيا كمثل في بداية القصة. الحكمة لهذه القصة: صدق صدق قلب على الاعتقاد بالله. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.